خلاص. هل الأرض ثابتة أم تدور؟ وهل هذه من أمور الاعتقاد؟ لا، ليست هذه من أمور الاعتقاد، وهذه من الأمور العلمية. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فلا يوجد معتقد في أن الأرض تدور والشمس ثابتة والأرض ثابتة، هذه مسائل علمية الشرع سكت عنها وتركها لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هم الذين يتكلمون في هذه المسائل.